مانتا فرحاد وين أيه يتهاي إنا نماذو مجال هذا تاريخي جاء حضارة له البحنة ماذا كسر جيدو وبراوي وآه عاصمة دي كونفور قلبيت دول جبرت كونفور قلبيت مدة أيام كنت أمي إنا هل كان نماذو هل سنة يحيو قادة بلوين لكن مانتا أيه قرنيت إنا نماذو وكفر أحسن هاي ومجالدي لو دياريي دورشوينكا كونفور قلبيد إني هالكان كدعان صباحا هالكان ومن دوحا اوغو هرهينا بغضو قوبا هاي دورشوينكا كدعيسو ديگان ندا اسبتالكا ديگمدا براوي يدامان شعبك كل نول ديگمدا براوي إنا اندهيغو كسو عركة دروفاها يحالده يكونوليهين سيكال هدامو ديگو مجالات دروفة سنة سوية لكن مجالات نور يسوع قروح بدن مرك إلهي 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 سبحانه وتعالى وحنك بريه إنه زيادية مدحوينه وحنك عطسنا يا إني قرش اللي مادان مجالات اللي هو سجورة يو أنا جانا إنك كوا هاي لولك هو رجال اللي يراديو ديار أيام وهاي سجور وحن ربنا إنا جينو ديق داوين وزير دعف ماتك فدرالك يا لسعه وزيره فوزيه انان غارسينو اسبيتالكا داوين وحن كلو ربا مانتينا اوغو بشاريه مدحوينه عبد العزيز لفتغارين ان مالين دويت ان تغني دلكاس مصر وحيابان او تغنينا اي كميديد وخبرشه ان لغا سو هيلو ديق وخبرشن وا ودنا مدحوينها يانا كلا تشنينا او دغمد براو ان لا سيو حدو الله سبحانه وتعالى ادمو وحن لا يهاي شعبك الصوماليات وادو جيدان دورشادي وابلاو هلو ديار قروبو داقال الله هلقا وانتوبو اسقاب قبسيق هل اسكد دايو دالكا وانيقا بدن يهاي ان دورشا قلنو ودن كهرو او سعودو سيدوكا لوحان ربائنا انكفا ايديستو فرصة دان مانتا ان داد صوماليات لقا سعليو لاس عانوت داد صوماليات dal Soomaaliyeed joogay madhi kari wa tarxiil iyagana u macneysteen tarxiil inuu yahay waaceeb wa mustaqbal xumo wa sharaf xumo in dad ganacsata ah hawla ku haysto ku nool laascaanood maanta la yiraahdo ka guura konfura ka timaadeen wa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arintaas inay ka dhidhiyaan tusaan wada jirka soomaalinimada ehelnimada in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca Soomaali ayaa lagu leeyahay cid Soomaali Soomaali kale ka xigta ma jirto insha Allah ayrtaasina iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reelaas aanadu waa mahsantihiin waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaad waa mahsantihiin shacabka ku nool degmada Baraawe madaxdooda wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh